السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فاكرين المحل اللي عمل ضجة كبيرة جدا في رمضان ورحت وفي ناس كتير راحت اشتريت على الطريق كانت فيها حاجة حلوة؟ جبته لكم تاني بصورة مختلفة تماما بالفروع كلها بتاعته في 49 شارع بطرس غالي، اللي جاي طبعا من ناحية سينما روكسي هينزل في شارع بطرس غالي يعني وهيدخل المحل على طول. ده طبعا جاد غنيم اللي هو الملابس الحريمي والاطفالي والرجالي، واللي جاي من عند شارع الاهرام هينزل محطة مترو الاهرام وعند بنك مصر بعد الحرية مول طبعا لقدام عند بنك مصر، وهيدخل الشارع اللي في وش بنك مصر ده على طول، هيوصله برضو ل 49 شارع بطرس غالي. انا بديكوا بس الاتجاهين اللي هتيجي من ناحية المترو هتنزل محطة الاهرام، واللي هتيجي من الميكروباصات اللي بره هتمشي ناحية سينما روكسي، وهيقابلكوا طبعا في وشكوا اللي جاي طبعا من ناحيه الحريه مول، والمترو هيقابله في وشه على نفس الرصيف التامين الصحي، وهيدخل في الشارع ده على طول اللي هو قدام البنك الاهلي قدام بنك مصر عفوا، هيمشي فيه على طول هيلاقي على يمينه طبعا فرع بطرس غالي. هو في 49 شارع بطرس غالي مصر الجديده روكسي، وهم عموما عندهم 7 فروع طبعا يعني هعرضها لكم دلوقتي بالصوت والصوره، زائد كمان اللي ان شاء الله هيبقى قريبا في افتتاح للفرع الثامن باذن الله، قريبا هيبقى في المعادي عند المحكمه القديمه، هيبقى قريبا جدا وهنعلم يعني طبعا هيبقى في اعلان عن الفرع الثامن ده قريبا ان شاء الله. وبالنسبه للفرع الثاني في 17 شارع عباس العقاد مدينه نصر زي ما انتم شايفين كده، اللي جاي من ناحيه اول عباس العقاد هيمشي على طول عند المركز عباس العقاد التجاري هيلاقيه على شماله، وطبعا جات غنيم هيبقى الفرع على يمينه جنب باناسونيك زي ما انتم شايفين اهو، باناسونيك جنبيه على طول البنك اليوناني، بعد البنك اليوناني جات غنيم اهو بالظبط. طيب بالنسبة بقى للفرع الثالث هيبقى في 29 شارع النصر المعادي، الفرع الثالث بتاعهم هيبقى في 29 شارع النصر المعادي، وانتوا داخلين شارع النصر هيبقى على يمينكم سيراميكا كليوباترا، معرض سيراميكا كليوباترا هو الناحية التانية بالظبط مباشرة ليه على الرصيف التاني عنده فوربيت كده زي ما انتوا شايفينه، وجنب صيدلية العزبي تحتيهم على طول. هنشوف بقى الفرع الرابع اللي هو في شهاب، شارع شهاب المهندسين، ليهم فرعين في شارع شهاب المهندسين، فرع رقم 17 وفي فرع رقم 15. طيب بالنسبه اللي جاي من اللي جاي يجي ازاي من ناحيه المترو، هيركب هينزل محطه جمال عبد الناصر وهياخد ميكروباص جامعه الدول، ميكروباص بيقول جامعه الدول اللي هو الميكروباص الصغير الابيض ده، وهينزل عند جاد بتاع الفول والطعميه، هيمشي الشارع ده على طول لحد ما يقابله على شماله، واحنا ماشيين دلوقتي هتشوفوا بالفيديو هيقابلكم على شمالكم التوحيد والنور، مبنى التوحيد والنور طبعا مبنى كبير جدا ومعروف جدا ومشهور يعني لا غنى عنه يعني لا غنى عن التعريف بتاعه يعني. فهتلاقوه على شماله على يمينه الرصيف الثاني هتلاقوا فرع جاد غنيم رقم 15، بس هتلاقوه بس على اليمين شويه مش على الشارع العمومي بالظبط، هتلاقوه على اليمين شويه بس ظاهر اهو مكتوب عليه جاد غنيم حريمي واطفالي ورجالي وسن محير وبيجامات وعبايات وميوهات وكل اللي تحلموا بيه. طيب هنسيب يعني الفرع ده وهنمشي شويه لقدام، ولا هنحود ولا يمين ولا شمال زي ما احنا هنمشي شويه لقدام، هتلاقوا الفرع اللي هو 17 شارع شهاب برضو المهندسين عند اسماك ابو غالي على نفس رصيف اسماك ابو غالي اهو زي ما انتم شايفين، هتلاقوا جاد غنيم اطفالي وحريمي ورجالي تمام كده. طيب بالنسبه للفرع السادس، الفرع السادس ده هيبقى في القصر العيني، يبقى في شارع القصر العيني زي ما انتم شايفين عند ناصيه المبتدئين، طبعا بيفتح من 8 الصبح على فكره لحد الساعه 12 بالليل، كلهم بيفتحوا من الساعه 10 الصبح للساعه 12 بالليل ما عدا فرع القصر العيني بيفتح من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 12. طيب يا جماعه احنا دلوقتي عندكم كمان سرايا القبه، فرع سرايا القبه في 37 ألف سرايا القبه شارع ابن سندر
امام مركز شباب ابن سندر، واحنا ماشيين اهو من المترو هيقابلكوا الكابتن، وبعد كده في نفس الشارع هيقابلكوا كشري الزعيم. يبقى انتوا كده داخلين صح، الوصفه هي صوت وصوره عشان محدش يتوه ومحدش بعد كده يرجع يقول لنا احنا ما قلناش ليه، ما قلناش فين ونركب ايه ونروح فين. مواعيده من الساعه 10 الصبح للساعه 12 بالليل كل يوم، ما بيقفلوش كل يوم يا جماعه، ما بيقفلوش خالص. حريمي واطفالي ورجالي وميوهات وملابس رياضيه كمان عندهم اجود الخامات. ورجعنا لكم تاني في الجزء التاني من الفيديو الحريمي لسلسلة محلات جاد جنيم. طبعا انا هعرض معاكم دلوقتي الجزء التاني ده، هيبقى فيه العبايات والملابس الحريمي والملابس الانساتي، طبعا باكس لارج ولارج وميديوم وسمول و2 اكس لارج و3 اكس لارج. طب المقاسات الخاصة هتلاقوها هناك، والبناطيل كمان هتلاقوها هناك المقاسات الخاصة. مقاسات المحجبات طبعا الطويل، الشميزات متوفرة جدا جدا زي ما انتم شايفين. الخامات اقطان وحرير وشيفون، خامات متنوعة تمام، والالوان كتيره جدا والاستايلات مختلفه تماما، وان شاء الله كل حاجه هتعجبكم معانا في العرض. طيب انا دلوقتي طبعا انتوا شفتوا الجزء الاول، احنا كنا ماشيين معاكم في المايوهات، عشان اللي ما شافش الجزء الاول يعرف كنا بنتكلم على ايه. كنا في المايوهات واللانجري والملابس الرياضي تمام. دلوقتي هنبدا طبعا معاكم الملابس الحريمي في العروض، زي ما انتوا شايفين كده 150 جنيه العروض دي، الشميزات والبلوزات سمول ولارج وميديوم واكس لارج و2 اكس لارج، وفي بروفا هناك عشان تقيسوا براحتكم، في اكتر من بروفا عشان تقيسوا براحتكم عشان المحل لو زحمه او حاجه. طيب وفي كمان بولورو وفي كارديجان هناك برضو زي ما انتم شايفين ب 50 جنيه العرض اللي على الستاند دي. دي بتبقى طبعا يعني مجموعه متشكله، يعني بلوزات وتيشيرتات وشورتات وبناطيل. دي بناطيل قماش ومنها بناطيل جبردين خامتها يعني، وده برضو عرض خاص 50% خصم 50%. هو طبعا عامل العروض دي على طول، هو اصلا بيعمل عروض جاد غنيم، بس في شهر 7 عروض مميزة بسبب طبعا الذكرى السنوية لافتتاحات سلسلة محلات جاد غنيم في شهر 7، فالاوكازيون عندهم نازل وبزيادة. طيب بالنسبة للخصم، هم موفرين خصم مع حصريا بس مع قناة فيها حاجة حلوة على 15% من توتال مشترياتك في شهر 7. الكارت هتروحي تاخديه طبعا من عندنا وهتروحي بيه هناك اكتر من مرة في الشهر، مفيش يعني اي مشكلة، سواء هتشتري اطفالي او حريمي او رجالي اكتر من مرة هتاخدي ديسكاونت او خصم 15% على جميع مشترياتك. طيب بالنسبة للديسكاونت زي ما فهمتك تاني عشان الناس اللي ما شافوش الجزء الاول، انا بعيد دلوقتي يا جماعة اهو الكلام تاني. بالنسبة للناس اللي بتقول طيب انا هاخد ديسكاونت على الحاجات اللي معمول عليها اصلا سيل، هقولك هو اصلا عامل سيل او عامل اوفر على في ادارة المحل يعني، او ادارة المحلات كلها عاملة اوفر وسيل على جزء كبير جدا البارت بتاعها اللي هو الحريمي والاطفالي والرجالي برضو. الحاجات اللي مش هتلاقيها معمول عليها سيل هي دي اللي هتاخدي عليها الخصم، لكن الحاجات اللي معمول عليها اصلا خصومات مش هتاخدي عليها طبعا خصم تاني، لان هي اصلا معمول عليها خصم. فهماني ازاي كده؟ تستخدمي الكارت هتاخدي الكارت الخصومات في الحاجات اللي مش معمول عليها خصم، عشان تكون بس وضحت الرؤية. طيب الكارت هنستعمله قد ايه؟ شهر 7 15% ده بالنسبة لاصحاب حامل الكارت من القناة. طيب بقيه الشهور السنه عليها خصم 10% خصم 10% على الاطفالي والحريمي والرجالي. كل المقاسات اللي هناك زي ما انتم شايفين كده سمول ولارج واكس لارج و2 اكس لارج، عنده دريسات مختلفه بالبولورو بتاعها، وعنده شميزات وبلوزات حريمي وانساتي وسن محير، وعنده خامات مختلفه تماما اقطان وشيفون وحرير للناس اللي بتحب الخامات المختلفه تغير وتنوع فيها. طبعا انا بعمل لكم زي ما اتعودتوا معايا في قناه فيها حاجه حلوه، اللي احنا دايما بنحب نغطي تفاصيل المكان باسعاره بموديلاته بمقاساته ببروفاته بعناوينه، زي ما انتوا عارفين قبل كده شرحت لكم في الجزء الاولاني السبع فروع بتاعته. طبعا احنا بنصور في صرع سرايا القبه اللي هو 37 شارع ابن سندر امام مركز شباب
سرايا القبة، وهتجولوا من ناحية المترو هتنزلوا سرايا القبة، هتتمشوا 10 دقايق بالظبط او 5 دقايق بالظبط بينكم بين المحل. تمام. طيب بالنسبة لفرع عباس العقاد مدينة نصر هيبقى في 17 شارع عباس العقاد، وهتلاقوني اصلا بشرح لكم الفيديوهات دي او يعني الفيديوهات الحية دي في العناوين في اخر الفيديو، فخلوكم معايا لاخر الفيديو للناس اللي اول مره تشوف القناه. الحته دي احنا كنا بنصرحها عشان اخذنا فيها وقت طويل زي ما انتم شايفين، بس كنت برضو بحاول ابين لكم تفاصيل اللي على الستاند عشان ما حدش بس يجي في خياله ان انا عشان كاتبه العنوان وكاله البلح جبناها لكم بقلب مثلا سرايا القبه يفتكر ان انا جايبه لكم حاجات مقطعه او مستعمله. زي ما انتم شايفين الحاجه في ايدي اهي بالتيكت، باكتر من تيكت كمان، تيكت المحل وتيكت يعني البراند نفسه او الماركات نفسها. زي ما انتم شايفين بتلبس مقاسات خاصه زي ما انا ما شرحت بالظبط، وطويله اهي عشان المحجبات والناس اللي يعني ملتزمه بتحب تلبس حاجات طويله وواسعه، او الناس المليانه شويه المقاسات الخاصه. والشميزات اهو زي ما انتم شايفين، والباديهات عليها عروض برضو. هرجع افكركم تاني ان سلسله محلات جاد غريم كلها فيها حريمي واطفالي ورجالي، ومقاسات خاصه في الرجال ومقاسات خاصه في الحريمي، وعنده طبعا سن المحير، عنده بيجامات حريمي وعنده بيجامات طبعا رجالي، وعنده سن المحير برضو البيجامات بيتي زي ما انتم شايفين كده. الستايلات كلها العروض 120 جنيه بدل 145 جنيه في البلوزات. طبعا عنده مايوهات ومقاسات خاصه فيها لحد 5 اكس لارج و 4 اكس لارج، وعنده طبعا لانجري لحد 2 اكس لارج و 3 اكس لارج. اللي انا الكلام ده اللي انا صورته وعرضته دي ب 120 جنيه بدل 145 جنيه اهي البلوزات، ده اللي انا صورته وعرضته في الجزء الاولاني اللي هي الاقسام بتاعته ايه بيبيع ايه. المايوهات يا جماعه واللانجري متوفره للناس اللي قربت يعني فرحها، البنات اللي فرحها خلاص قرب بعد العيد وناقص لها حاجات تقدر تروح تستخدمي الاوفر وتروحي تجيبي كل اللي ناقصك من هناك. الناس اللي رايحه المصايف شهر 7 و8 و9 و10 كمان عندهم مايوهات لحد 4 اكس لارج و5 اكس لارج بستايلات مختلفه تماما وموديلات مختلفه تماما. الكلام اللي انا شرحته في الجزء الاول، عشان الجزء الثاني ده اللي معانا بعرض لكم اهو فيه دلوقتي ملابس الحريمي كلها اللي هي البلوزات والبناطيل والبناطيل الجينز اللي هي المقاسات الخاصه، بعرض لكم فيها العبايات السمراء والعبايات الخروج والعبايات السواريهات واللبس البيتي كمان. في جزء هنا في لبس بيتي بيبان عليه طبعا، في بديهات اهي دي برضو في جزء كبير منها لبس بيتي، ده عرض 40 جنيه بس على اي قطعه. التيشيرتات دي زي ما انتم شايفين 40 جنيه على اي قطعه من التيشيرتات دي ب 40 جنيه بس، وخامتها طبعا كلها قطن. انتوا عارفين دايما بحب اركز لكم دايما على الخامه والمقاسات والاسعار والمواعيد بتاعتهم. طيب من امتى بيفتحوا؟ من الساعه 10 صباحا لحد الساعه 12 مساء. تمام. عايزين تروحوا 11 12 واحده براحتكم، بس هم عموما بيقفلوا اهم حاجه الساعه كام عشان الناس اللي ما بتحبش تروح بدري عشان الحر، بيقفلوا الساعه 12 مساء كل الفروع الساعه 12 مساء. طبعا الفروع بتاعتهم في المعادي وشهاب المهندسين وسرايا القبه وشارع بطرس غالي روكسي مصر الجديده وعباس العقاد 17 شارع عباس العقاد مدينه نصر. وعلى فكره بس سلسله محلات جاد غريم كلها هم اصلا كمان مكتب جمله، يعني الناس اللي بتتفرج علينا بره مصر دلوقتي او جوه مصر في المحافظات بتاعتنا المختلفه وعايزين يعني يبتدوا كده تجاره جديده يعني مربحه باذن الله تعالى، يقدروا ان هم يتواصلوا معاهم على ارقامهم اللي احنا يعني هنسيبها لكم في اخر الفيديو. تقدروا ان انتوا تكلموا الاداره عشان تستفسروا عن العروض او تستفسروا عن اسعار الجمله في الحريمي والاطفالي والرجالي اسعار جمله. وطبعا طريقه الشحن هيكون ازاي سواء داخل القاهره او داخل مصر او خارج مصر، كل التفاصيل دي هتلاقوها في الاداره معاهم، وهم على طول بيردوا على التليفونات وما بيتاخروش على اي حد. الدرسات دي بتلبس لحد 85 كيلو، بتلبس لحد 85 كيلو الدرسات اللي انتوا شايفينها دي، و95 كيلو كمان. البناطيل الجنسي اسعارها بيتراوح من 160 جنيه لحد 180 جنيه.
طبعا زي ما انتم شايفين مجموعه كبيره جدا من البناطيل بالوان ودرجات مختلفه تماما، الاسود والفاتح والغامق واللون قلب المحيط ده اللي احنا بنقول عليه الازرق الغامق قلب المحيط، تمام، والبين البنين. وفي كمان جنسات ب 180 جنيه اللي هي اسعار البناطيل المقاسات الخاصه، اسعار البناطيل المقاسات الخاصه سواء اسود بنطلون اسود او جينز ب 180 جنيه، مقاساتهم لحد 56. بصوا الرقم شايفين انا شاورت لكم عليه ازاي بايدي، بصوا بيلبس لحد مقاس 56. بالنسبه بقى للعبايات، في عبايات بتبتدي عندهم من 180 جنيه 200 جنيه لحد 320 جنيه. هعرض لكم جزء جزء، اللي 200 جنيه هنعرضه اهو دلوقتي اللي انا ماسكاه بايدي زي ما انتم شايفين بالتطريز اللي فيه، طبعا ده بيتباع في بعض المحلات الثانيه ب 350 جنيه العبايات دي، الماتيريال بتاعتها عاليه جدا والتطريز عالي والتقفيل يحترم يعني. بتلبس لحد وزن كام؟ من اول 55 كيلو معاكي لحد 85 كيلو 95 كيلو 120 كيلو العبايات اللي انا هعرضها لك. الدرسات دي طبعا اللي انا ماسكاها في ايديا واضح طبعا بتلبس لحد 75 كيلو او 80 كيلو. في منها بيلبس لحد 75 كيلو وفي منها لحد يلبس 80 كيلو. اللي هي الفساتين اللي هي البنات بتوع الجامعه بقى او الشغل اللي بينزلوا شغل كل يوم. تمام؟ طبعا شايفين المقاسات والالوان والاشكال مختلفه تماما. تمام؟ يا رب يكون ان شاء الله الفيديو بيعجبكم معانا وكل المحتوى يكون عجبكم. ومحلات وسلسله محلات طبعا جات غنيم تكون طبعا واحنا بنعرضها كده تكون نالت رضاكم في اسعارها وقيمتها، وكمان لما تروحوا تشتروا يعني انا متاكده وواثقه تماما ان انتوا هترشحوها لنا لكل اصحابكم وقرايبكم عشان يشتروا، لان لما نزلنا الفيديو ليهم في رمضان عمل ضجه كبيره جدا والناس الوف راحت اشترت، والحمد لله جبرنا بخاطر الناس بالاسعار والخامات الممتازه واللي فوق الممتازه كمان وبالتيكت بتاعها. وعايزه اقول لكم كمان ان الحمد لله اللي هم ليهم 7 فروع يعني كده يعني انجزناكم في الوقت وفي الجهد، عشان اللي من ناحيه الجيزه وشبرا يعرفوا يوصلوا، من ناحيه مصر الجديده يعرفوا يوصلوا، اللي من سكان المعادي يعرفوا يوصلوا، وطبعا سكان وسط البلد القصر العيني يعرفوا يوصلوا شارع القصر العيني. زي ما انتم شايفين العبايات السمراء اهي، العبايات دي في منها خروج اللي هو تجيبي طلباتك من تحت البيت وكده يعني او تروحي زيارات، وفي منها سوريهات يعني ينفع ان انت تلبسيها للمدامات طبعا الكبيره او اللي احجامها كبيره شويه، ينفع ان انت تلبسيها كسوري او كحنه رايحه مناسبه حنه او رايحه مناسبه فرح، ينفع في منها يعني جزء منها ينفع ان انت تلبسيه كده يعني للمناسبات دي. دي ب 320 جنيه خامتها طبعا فوق الروعه، خامتها حرير طبيعي فوق الروعه، مش خامة الحرير الشبح عشان انا عارفه الحرير الشبح ده خامته بتبقى جامده شويه كده ناشفه، لا دي الحرير الطريه شويه اللي هي نسيج المفرغ زي ما بيقولوا الناس اللي بتعرف في الانسجه بقى والخامات، فانا بحاول اوصف لكم على قد ما اقدر او بديكم اقرب وصف يعني لل. طبعا زي ما انتم شايفين تشكيله العبايات روعه جدا 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 فوق الوصف. انا طبعا ماسكاها مسكتها وصورتها فعارفه كويس قوي خامتها وعارفه كويس قوي شكلها ايه، طبعا في الفيديو الحاجه غير لما بتظهر على الطبيعه. تمام؟ فان شاء الله لما تروحوا هناك وتتفرجوا على عند اي فرع بقى انتوا قريبين منه زي ما انتوا هتفهموا كده في الشرح هتلاقوا طبعا الامور مختلفه تماما في الطبيعه. ان شاء الله باذن الله تابعوا معانا الفيديو الرجالي عشان الجزء الثالث هيكون معانا. دي يا جماعة عناوين الفروع وارقامهم واماكنهم بالتفصيل، تقدروا تكتبوها عشان ما تتوهوش بس وانتوا رايحين وتعرفوا اقرب مكان لبيتكم فين.